السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله رب العالمين هنبدأ النهارده أول حلقة في حلقات تفسير القرآن الكريم. ربنا يا رب إن شاء الله يجعلها خالصة لوجهه ويعيننا ويتم علينا نعمته يا رب العالمين. قبل ما نبدأ في إن إحنا نبدأ التفسير في الصور وكده، في حاجة مهمة لازم نعرفها اللي هي ايه. الانسان اللي هيمشي في مجال التفسير محتاج قبل كل صورة يعرف 5 حاجات. طب ايه الميزة ان هو يعرف 5 حاجات دول؟ الميزة ان هو بيوفر عليه وقت كتير جدا. يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي نفترض مثلا الدكتورة امال بتدرس تجويد، تمام؟ فقرأت مثلا اتعلمت حرف الدال تقرأه ازاي، فهتيجي بعد كده لما تيجي تقرا وهي بتقرا خلاص حرف الدال مش هتقف فيه، هتقوم مكمله. فمثلا الصوره 10 الكلمه 10 حروف، فهتيجي تقراها فمثلا هي بتعرف تقرا منهم 3 حروف وتعلمت حرف كمان ب4 حروف، والمصححه بتصحح لها 6 حروف بس شويه وتعلمت حرف كمان فبقت بعد كده بيبقى 5 بعد كده 4، فبالتالي كل فتره دي بتبقى اسهل. طيب هي لو ما اتعلمتش هيحصل ايه؟ كل ما هتيجي تقول كلمة فيها حرف الدال هنقف ونقول لها يا دكتورة لا ارجعوا ليها بالطريقة دي، وبعدين نرجع ونرجع، هنفضل كده طول ما احنا ماشيين، فهتلاقي الدنيا صعبة. فبالتالي اي حد بقى بيمشي في علم التفسير بنقول له ان في مجموعة اعمدة اساسية كده، انت لو عرفتها انت هتفتح المصحف لوحدك اصلا بدون اي حاجة، ممكن تكون عارف مثلا على الاقل نص معنى الآية اللي انت بتقرأها من غير كتاب تفسير ومن غير مفسر ومن غير اي حاجه، ان انت بس ال5 حاجات دول تعرفهم. فبالتالي ال5 حاجات دول لو شخص عرفهم وفهمهم بشكل كويس هيفرقوا معاه كتير جدا جدا جدا. وعشان كده باذن الله سبحانه وتعالى هنبقى احنا حريصين ان احنا نتكلم فيهم قبل بدايه كل سوره او مجموعه ايات او كذا او كذا. ايه ال5 حاجات دول؟ احنا هنتكلم عن كل حاجه فيهم بشكل مفصل يعني، بس نقولهم بشكل اجمالي يعني. هو السوره مكيه ولا مدنية، المعنى اللغوي ليها، تاريخ النزول وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، دول 5 حاجات، وما يرتبط بيهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ال5 حاجات دول لازم ان انا ابدأ اي حاجة ابدأها في البداية اي صورة هنبتدي نتكلم في ال5 حاجات دول: مكية ولا مدنية، المعنى اللغوي، تاريخ النزول، سبب النزول، وناسخ او منسوخ مع ارتباط الكلام ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. دول ان شاء الله ال5 حاجات اللي هنتكلم فيهم في بداية كل سورة. طيب ليه كل حاجة من الخمسة دول مهمين؟ هنبتدي بقى نتكلم عن حاجة حاجة فيهم ان شاء الله واحنا ماشيين بإذن الله سبحانه وتعالى.